نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. انتبه أشقال، انتبه أشقال. قلنا لكم بكري باش نحكيو على حوار اقتصادي جيد كان بين فيصل التبيني ومعز الجولي في برنامج البارح في قناة تونسنا، وقت اللي يجيبوا فيصل التبيني باش يحكي على تقرير دائرة المحاسبات. نسمعوا شنو يصير في التقرير. عدد 28 دائرة المحاسبات تاع 2014 ايش توصي؟ توصي دائرة المحاسبات لي هاي ونظرة طبيعة هذه الموارد المخصصة لمشاريع اقتصادية عمومية، فإن الدائرة دائرة المحاسبات توصي بإيجاد صيغة ملائمة لدراجة بميزانية الدولة، تكريس لمبدأ وحدة الميزانية، حيث أن الوضع الحالي لموارد الدولة لهذه الموارد يحول دون ممارسة السلطة التشريعية للرقابة عليه. أنا راه نتكلم بالوثائق اثنين هذا بالنسبة لا سامحني أنت تو ما عشتهاش دائرة المحاسبات. تشتري في صمت المنظمات النقابية لبيع منظورها. هذا اللي اقصد سامحني اليوم تم شعبوية يا فيصل، انت معروف بالمواضيع الشعبوية التافهة اللي ما عندها حتى معنى. خلينا نحط الامور في اطارها. وهنا حاول باش يصلح له معز الجودي الفكره اللي عنده. هو قال فيصل التبيني بما معناه انه الفلوس الماشيه للمنظمه الشغالي يعملوا بهم سبيطارات احسن لتونس، هكا هو شايفها تتقاس الحكايه. فنسمعوا رد معز الجودي. هذا منظمات معناتها عندهم المكانه نتاعهم وعندهم دورهم في الاقتصاد. هذو يمثلوا مؤسسات، يوصلوا كلمه المؤسسات معناتها اللي يحكموا في البلاد ومجلس النواب باش تفهموا انتم الانتظارات على المؤسسات الاقتصاديه. يعملوا في ندوات، يجيبوا في شركات اجنبيه، يجيبوا في امريكان، في فرنسيس، في اوروبيان، في شناوة، في افريقيين، يعملوا معناتها سفارات للخارج، يمشوا الاسواق اجنبيه، يمشوا المعارض يعرضوا البرودوي تونيزيان. تجي الدوله وتعطيهم سوبونسيون، شنو هي المشكله معناتها؟ ما نجوش نخلطوا الامور في بعضها. دقيقه برك، ما نخلطوش الامور في بعضها. وهنا هو اتهمه بالشعبويه. معز الجودي اتهم فيصل التبيني بالشعبويه. يا اخي فيصل التبيني قال تحب الشعبويه، هاي الشعبويه. نسمع. اللي وصلنا 11.4 مليار دينار خدم الدين، هاو الفلوس فين ماشيه؟ في حكايه فارغه معناتها، مش في ما تقول لي منظمات ودرا شنو. تو انت جايب السيد من وضنه تو تسخايبه يا معز. ما جبتش السيد من وضنه. اي مالك هاو مالك؟ اسمعني خلينا نقدموا معناتها. اسمعني جاي معز تحكي مع فيصل التبيني مش مع واحد اخر. ايه عادش بيش لو فيصل التبيني اخي جاي يسلب في الاقتصاد ولا في السياسه عندك ولا في ايه؟ شنو فيصل التبيني مع مواطن كيما المواطنين الكل؟ باهي خلينا نخرجوا نخرجوا مراد باش نقدموا في المواضيع هذيا. انزل لي جاي يا سي. اذا كان انتم اش قالوا في الشعبويه هذيا؟ اي سي معز انت اللي تتكلم على النظافه. عامل انونس في 2006 على موقع الامازون. انا امازون انا دخلت الامازون. لا لا انت عامل الكتاب تاعك لادمينستراسيون لادمينستراتور انديبوندون. اي كتاب كتبته اي وناس شاكيه بيك. شاكيه بيك حيت عليه. عليه؟ على خاطر قلت لهم تدفعوا لنا فلوس وانا الكتاب ما لقاه حد. هذا الاتهام اللي تعبوا له قالوا تتفكرها انت شنو هي اللي شنو هي اللي دارت بتاع الكلمه قالوا بتاع زياد الجزيري وشكري الواعي الكلمه شنو هي؟ اه فاهوا عليها فاهوا عليها فاهوا عليها هذيك هذه باش يبدلوها بتاع شكون شاكي بيا بتاع معز الجودي. نسمع يا معز ما تشوف ما تشوفش معز شكون شاكي بيا شكون شاكي بيا معز شكون شاكي بيا معز شكون فرنسا يا سي خليل خلي جاب خلي جاب الدكتوراه نتاعي. لا عملت كتير الدكتوراه نتاعك حاطه على السيت وماهوش موجود. هذا السيت لامازون وماهوش موجود. انت شو مدخل السيت؟ انت سيت لامازون ضيعت فلوسي واعطوني اسمعني يا سي فايس سي فايس سي فايس اللي يحكي على حكايه فارغه. اوكي وهنا فما حاجة ديما تنقذ المذيعين. حاجة اسمها فاصل، عملوا الفاصل وبعد رجعوا كأن شيئا لم يكن وكملوا الحلقة مع بعضهم. شنو رأيكم في خير؟ لا هو من ناحية أنه نقاش اقتصادي واقتصاد يعني نقاش أرقام ونقاش أفكار ورؤى عظيم جدا من دو ريفيرونس من زوز مراجع في الاقتصاد، معناها لا يشق لهما غبار وكيقدموا راهو كاتبين نظريات وكذا في الاقتصاد وفي كريم بوزويت تصور روحك حاضر في النقاش هذا. باهي اول حاجه المشكله نتاع
النخب الإعلامية اللي نراو فيهم اللي قاعدين يظهروا في عنف المجتمع. خاطر شفت العنف هذاك نراو باش نلقاه في المجتمع يرجع علينا كل معناه هذي ولو كي الكونسير كي السرطان جماعة هذوما ما نعرفش الحل الوحيد ليجاليزيت معاهم بس الشعب ينجم يحملهم بالرسمي معناه وذي مسؤولية إعلامي خويا علاش تجيب في هذوما نخسين معناه هذوما هذوما النجوم الإعلام يعملوا الباز محمود باز هما النجوم الإعلامي.